النهارده عندنا طاجن تعابين وجمبري، بس هنسميه المدفونه. عايزين نعمل فيه شويه اختراعات حلوه كده، طاجن ظالم ومفتري مش عايز اقول لكم عليه. عندي سمك تعابين وجمبري مقشر وطماطم وعصير عصير ليمون وكرفس وتوم وفلفل اخضر حار، بهارات سمك وكزبره ناشفه وكزبره خضراء شبت فلفل الوان، عندي كمون وملح وفلفل ورز. وايه؟ ونركز شويه في الرز. عايزين نعمل حاجات حلوه تعجب حضراتكم. طيب هنجيب بقى ادي السمك والجمبري. تعبان اهو، حنشان زي ما بيقولوا. طيب حلو الكلام ده، حلو يا باشا. هنصلي على النبي. ملح فلفل ليمون شوية كمون شوية ثوم شوية بهارات. طيب مش هديله دقيق كتير عشان خاطر لان هيخش جوه الرز. وادي الجمبري بتاعي ينزل بالزيت. اكبر طاجن اكبر من كده، ما نتقلش عليه في الدقيق عشان ما يلزقش في الطاسه. بس نعمل بقى حبة الرز. ادي الرز بتاعي، ناخد منه شوية والباقي نشوف هنعمل فيه ايه. فل الفل 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 بنفسك يا غالي. كده بنطجن السمك بتاعنا. نفس الزيت اللي حمرت فيه اهو ده البصل والثوم في نفس الطاسة اللي انا حمرت فيها. نقلب بقى الرز بتاعنا. حبة بهارات من عمي ابو طلال مع الرز هيبقى حكاية. الله 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 الله، الريحة طالعة جميلة 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 جميلة. زي بعضه. حبة التحابيش دول اهم دخلوا زي ما حضرتك كده شايف يا عمي. الله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي. كده سم ووتر. اما ايه، ادي التعابين بتاعتي لان هي نيه ما خدتش حقها لسه.
كده هنا حبه الرز اهم. بصوا بقى كده هنعمل حركه بتاع الطباخين، في نص الطريق هاخد شويه منهم نيين، شويه نيين عشان يكمل سوا مع الطاجن. اهو حاضر يا باشا، جابوا يعني. نصلي على النبي. بص بقى يا سيد ابراهيم، عندي الرز بتاعي محمل يعني لسه ما كملش السوا بتاعه، اهو يا باشا لسه ما كملش السوا بتاعه، وادي التعابين بتاعتي اهو كده. ده نص الرز بتاعي اهو اهو، وادي التعابين بتاعتي اهو. بخلي بس اتنين علامة بره عشان نعرف ان هو سمك تعابين اهو. ادي رز تاني اهو، الرز بتاعنا مطلعه محمل يا جماعة. بسم الله.